الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 138 تحت عنوان مقدمة في علم الاحتمال، الجزء الأول، التعريفات والقواعد الأساسية. Introduction to Probability Theory Part Number 1 Definitions and Basic Rule. أرجو أن يكون فيه الفائدة القصوى لأحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية في كافة أرجاء الوطن العربي الحبيب، وعلى بركة الله نبدأ. الاحتمال، التعريفات والقواعد الأساسية. Introduction to Probability Theory Part 1 Definitions and Basic Rules. نقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى بعض التعريفات والمفاهيم والقواعد الأساسية في فهم وتوظيف نظرية الاحتمال Probability Theory في الحياة العملية والنظريات الاقتصادية. نبدأ بتعريف ما يطلق عليه التجربة experiment، لنقول بأنها عملية مراقبة لحدث ما تؤدي إلى نتيجة واحدة فقط، لا يمكن التنبؤ بنتيجتها بشكل أكيد certain. طبعا المقصود هنا نتيجة التجربة الإحصائية. دعنا نذكر بتعريف المجموعة الكلية التي أتينا عليه في المقطع الذي خصصناه لنظريات نظرية المجموعات ست ثيري، وقلنا بأن المجموعة الكلية تمثل المجموعة المحتوية لجميع العناصر الممكنة المشكلة بطريقة ما. فمثلا تحمل أوجه حجر النرد دايس 6 أعداد أو أرقام، هي 1، 2، 3، 4، 5، 6. وبذلك فإن المجموعة الكلية التي تمثل تجربة رمي حجر النرد هي المجموعة S، وتكتب كما يلي: S1, 2, 3, 4, 5, 6. هذه هي المجموعة الكلية، وهي مجموعة الأعداد الكاملة integers الموجبة المحصورة بين 1 و6. نكمل. تعرف نقطة العينة، الأحداث البسيطة نسميها sample point or simple events، بأنها أبسط نتيجة ممكنة من التجربة الإحصائية طبعا. وعلى سبيل المثال، عند رمي قطعة نرد لمرة واحدة نحصل على إحدى نقاط العينة التالية: 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. هذا هو حجر النرد الذي يستخدم في كثير من الأشياء كلعب القمار وما شابه، لكن نحن نستخدمه هنا في سياق تجربة إحصائية. يعرف فضاء العينة sample space بأنه كل العناصر الممكنة وما يحتمل أن يظهر عند إجراء التجربة الإحصائية. ومثال على فضاء العينة الناتج من رمي النرد هو كل الأعداد التي يمكن أن تظهر عند إجراء التجربة، وتكتب رياضياتيا كما يلي: S، هنا عملية التساوي هي أنها تتكون المجموعة S تتكون من قيم X، حيث X طبعا في هذا الـ A المقلوبة، الـ A في باللغة الإنجليزية المقلوبة تعني بأن لكل قيم X بتكون محصورة بين 1 و6. طبعا عدد كامل، ليس هناك كسور وليس هناك استمرارية، فنبدأ بالواحد 2 3 وهكذا. هذه المجموعة الكلية. نكمل تعريفات. يعرف الحدث event بأنه مجموعة محددة من نقاط العينة. مثال على فضاء العينة: أجري امتحان في مساق ما، ما يعني بأن فضاء العينة لعلامة امتحان أو الامتحان هو ما يتكون من الأرقام الواقعة بين 0 و100، بافتراض أن أعلى علامة ممكنة هي 100 وأقل علامة ممكنة هي 0. يمكن صياغة فضاء العينة كما في الشكل الآتي: الآن جيل great تتكون من العلامات X لكل X طبعا، حيث X محصورة بين 0 و100. طبعا الآن المجموعة الكلية هذه، أي أن العلامة هي قيمة المتغير العشوائي X، وهو متغير مقيد بين 0 و100، ويتضح من ذلك أن هناك عددا لا نهائي من العلامات. إذا افترضنا هناك عدد لا نهائي من العلامات، إذا افترضنا أن العلامة قد تأخذ أي قيمة مساوية أو أكبر من 0 وأقل أو تساوي 100. أما إذا افترضنا أن العلامة لا تأخذ إلا قيمة كاملة بما فيها 0، فإن فضاء العينة يتكون من 101 عنصر، ويكون فضاء العينة كما يأتي: G
تتكون من العناصر 0 1 2 3 حتى ننتهي إلى 100. إذا 100 هو واحد علامة أو عنصر. هذه المجموعة الكلية. نكمل. في الحالة الأولى حيث تأخذ العلامة أي قيمة بين 0 والمئة، أي قيمة، يتشكل ما يسمى فضاء العين المتصل المستمر continuous sample space. أما في الحالة الثانية حيث تأخذ العلامة قيمة كاملة محصورة بين 0 والمئة، يتشكل فضاء العين المتقطع discrete sample space. ومن الضروري أن يكون الفرق واضح بين مبدأ الفضاء المتصل والفضاء المتقطع، فكلاهما مهمان لفهم نظرية الاحتمال. مفهوم الاحتمال The concept of probability. تبلورت خلال القرنين الماضيين ثلاثة تعريفات رئيسية أو رئيسة للاحتمال، يمكن تلخيصها كما يلي. أولا التعريف الكلاسيكي للاحتمال Classical definition. يعتمد هذا التعريف على فكرة أن حدثا معينا event، وهو عنصر أو مجموعة من عناصر فضاء العينة، له فرصة الظهور equally likely نفسها كالأحداث الأخرى عند إجراء تجربة معينة. فمثلا إذا أجرينا تجربة رمي قطعة نقد ذات الوجهين صورة وكتابة، فإن احتمال ظهور الحدث الصورة يساوي احتمال ظهور الحدث الكتابة، وهو 50% أو نصف. وذلك بافتراض أن قطعة النقد معتدلة، حيث يقصد بفكرة اعتدال قطعة النقد fair coin أن قطعة النقد قد صنعت بحيث لا يكون احتمال ظهور الصورة أصغر أو أكبر من احتمال ظهور الكتابة. نكمل. ثانيا تعريف التكرار النسبي للاحتمال Relative Frequency Definition. يعتمد هذا التعريف على فكرة إجراء تجربة احتمالية لعدد كبير من المرات، وعند حساب أو احتساب التكرار النسبي Relative Frequency لوقوع أحداث مجموعة فضاء العينة، يتوصل الباحث مجري التجربة إلى احتمال وقوع الأحداث المختلفة. فإذا أجرى تجربة رمي قطعة النقد 1000 مرة على سبيل المثال، فإن احتمال ظهور الحدث 500 صورة يساوي 50% تقريبا. وهنا نقول تقريبا، نشد عليها لأنه ربما يكون هناك 51% أو 49%. ثالثا وهو آخر تعريف، التعريف الذاتي للاحتمال Subjective Definition. يعتمد هذا التعريف على الفكرة التي تقول بأن تحديد قيمة الاحتمال هو رأي شخصي، حيث يقوم الشخص ذو العلاقة بتحديد وتعريف الاحتمال لوقوع حدث معين حسب اعتقاده وبناء على خبرته. نكمل التعريفات. تعتمد نظرية الاحتمال بالاستناد إلى أي من التعريفات الثلاثة المذكورة أنفا على ثلاث بدهيات axioms رئيسية. هي البدهية الأولى احتمال، أو البديهة الأولى، احتمال ظهور الحدث A يكون دائما أكبر من أو يساوي صفرا وأقل من أو يساوي واحدا صحيحا. وعادة تكتب هذه البديهية أو البديهة بالصيغة الآتية P of A احتمال A probability of A محصورة بين الواحد والصفر، أي أنه دائما أبدا أكبر أو تساوي صفرا وأقل أو يساوي واحد صحيح. احتمال وقوع حدث يكون بين العدم والمئة بالمئة، إما يكون صفر أو أكثر وهكذا حتى نصل مئة بالمئة. لا يمكن أن يكون أقل من صفر، ولا يمكن أن يكون احتمال أكثر من مئة بالمئة. وتقرأ يعني هذه الصيغة تقرأ احتمال وقوع الحدث A أو احتمال A أو probability of A. البديهة الثانية الاحتمال الأكيد، ويكتب رياضياتيا بالشكل الآتي probability of S يساوي 1 صحيح، لاحتمالية أي شيء من فضاء العينة أو من مجموعة الكلية يساوي 100% 1 صحيح. احتمال وقوع أي حدث هو 100%، حيث ترمز S للمجموعة الكلية. وهذه البديهة تقول بأن احتمال حدوث أي حدث، أي مقصود فيها أي ظهور أي عنصر من عناصر المجموعة الكلية، يجب أن يكون أكيدا، وهو شيء منطقي. نكمل. البديهة الثالثة والأخيرة، إذا كانت هناك مجموعة منفصلة disjoint من الأحداث، فإن احتمال وقوع اتحادها يساوي مجموع احتمال كل منها، وتكتب رياضياتيا كما يأتي.
الآن هذه احتمال هذه الأحداث events، لكن كل واحدة منفصل عن الثاني بشكل أو بآخر، يساوي حاصل مجموع احتمال كل منها، وتساوي احتمال الحدث الأول زائد احتمال الحدث الثاني زائد احتمال كذا كذا حتى نهاية الاحتمالات، وهو الاحتمال نون. وهنا احتمال وقوع الأحداث المنفصلة هو مجموع احتمال وقوع كل واحدة منها، طبعا اتحاد هذه. وطبعا هنا احتمال وقوع الأحداث المنفصلة هو مجموع احتمال وقوع كل واحد منها، هذا احتمال وقوع الحدث الأول، احتمال وقوع الحدث الثاني، وأخيرا احتمال وقوع الحدث الأخير. أمثلة، مثال تجربة رمي النرد. يتكون فضاء العينة من مجموعة S، حيث S تتكون من عناصر المجموعة X، حيث لكل X، طبعا الـ المقلوبة كما ذكرت سابقا أنها تعني لكل قيم X، حيث X محصورة بين الواحد والستة لكنها لا تأخذ إلا رقما كاملا. الآن هذه نقطة، هنا نقاط العينة، كل نقطة 1 2 3 4 5 6، احتمال حدوث كل واحد منها 1/6، سدس 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 وأخيرا سدس. المتغير عشوائي X عدد كامل وهو مقيد بين 1 و6 كما ذكرت، فاحتمال الواحد مثلا هو probability of X i تساوي 1 تساوي 1 لأنه فقط 1/6 مقسم على عدد عناصر فضاء العينة اللي هم 6 عناصر، إذا تساوي 1/6 تساوي 16 وتقريبا 2/3%، يعني تقريبا 17% منه. احتمال وقوع أي من الأحداث الممكنة هو 1 صحيح. احتمال إذا رمينا حجر النرد، فاحتمال أن يقع 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 هو 100% اللي هو الاحتمال الأكيد، هذا احتمال أكيد certain event. نكمل أمثلة، واحتمال أن تأخذ X أي من القيم، على سبيل المثال أي واحدة من القيم 1 أو 2 أو 3 هو احتمال 1 زائد احتمال 2 زائد احتمال 3 يساوي سدس زائد سدس زائد سدس يساوي 3/6 ويساوي 1/3. احتمال ظهور الحدث الخالي 5 probability of 5 يساوي 0. إذا كانت A ترمز لحدث معين فإن احتمال المجموعة المتممة تساوي 1 صحيح 100% ناقص المجموعة الأخرى، أي احتمال ظهور الحدث المتمم يساوي الاحتمال الأكيد مطروح منه احتمال وقوع الحدث A، وهو شيء منطقي يعني. الآن مثال على احتمال الحدث والحدث المتمم. إذا كان احتمال هطول المطر 20% فإن احتمال الصح هو 1 ناقص 20% يساوي 80%، لأن فضاء العينة يتكون من عنصرين هما الجو ماطر أو الجو غير ماطر. وإذا كانت المجموعة A تحتوي المجموعة B فإن احتمال A the probability أكبر أو يساوي احتمال B لأن B جزء من A. واحتمال أن A تقاطع B يساوي احتمال A زائد احتمال B مطروح منه، أعيد، احتمال A اتحاد متحدة A متحدة مع B تساوي احتمال A زائد احتمال B مطروح منها احتمال A تقاطع B، أي أن احتمال وقوع اتحاد الحدثين A و B يساوي مجموع احتمال كل منهما مطروح منه احتمال وقوع الحدثين معا، هذا احتمال وقوع الحدثين معا. ويستثنى من هذه القاعدة حالة كون الحدثين A و B منفصلين وغير متصلين ببعضهما بعضها، بسموها باللغة الإنجليزية mutual exclusive events. في هذه الحالة يكون احتمال اتحادهما مساوي لمجموع احتمال كل منهما فقط، أي أن احتمال الآن A متحدة مع B إذا كانت منفصلتين أو mutual exclusive فبتكون احتمال A متحدة مع B تساوي احتمال A لوحدها زائد احتمال B لوحدها، أي مجموع الاحتمالين. مثال على الاحتمال المركب أو and or مرة نسميها. هذا المثال فيه شيء من المتعة لكن فيه شيء من التعقيد. يتكون الزوج من مجموعة ورق اللعب الشدة كما نسميها بلغة أهل الشام من 54 ورقة،
54 ورقة، تحمل كل ورقة منها رقما أو صورة، وتأتي كل واحد منها على أربعة أصناف. هي نسميها إحنا البستوني سبيد باللغة الإنجليزية، وهي نسموها الهارت اللي هي القلب، وهنا تسمى كلوبس، وهنا دايموند ديناري، هاي سنك، وهاي باللغة العربية لا يعني الأمان اللي أعرفه، لكن هاي سبيد هارت كلوبس أند دايموند بلونين أحمر وأسود. وهذه الأحداث ليست مستقلة، لأن وقوع أحدها يؤثر بوقوع أو عدم وقوع الآخر. لنرمز للقلب الأسود المقلوب هذا بالحرف S، يعني كناية عن سبيد، اختصارا لسبيد، والقلب الأحمر ب H اختصارا لهارت، وهذه شكلها كالشجرة الثلاثية بالحرف C اختصارا لكلوبس، وأخيرا هذا المعين ب D دايمون اختصار دايمون، وهي موضحة في الجدول الآتي. هذا الجدول وعبارة الآن عندي كل أصناف الأوراق. الآن في عندي A اللي بسموه إحنا الإيس، يعني الواحد أو ما يسمى بالقص، هون الكينج اللي هو العجوز أو الختيار، هون الكوين اللي هو البنت أو الأنثى أو الملكة، وهون جاك اللي هو الولد، وبعدين الأرقام 10 9 8 7 6 5 4 3 2. طبعا فيش واحد لأنه A هون الإيس، وأي واحد منها يأتي على أحد هذه الأشكال، إما السبيد أو ذا هارت أو الكلوب أو الدايموند. ما هي قيمة احتمال 6 تقاطع 8؟ لاحظوا لي 6 اتحاد 8، 6 لو تتحد مع 8، أي ما هو احتمال 6 أو احتمال 8؟ الجواب هو احتمال 6 زائد احتمال 8 يساوي 4 52، هي 4 من 52 كرت أو بطاقة، وهنا 8 احتمالها 4 من 52 وتساوي 8 على 52 وتساوي 15 أو تقريبا 16% إلا أو 15.5% تقريبا. نتمم الأمثلة. ما هي قيمة احتمال كي الكينج يعني العجوز اتحاد مع الشكل الهارت اللي هو القلب الأحمر؟ طبعا ننظر هنا بهذا الشكل، هذا هو الكينج وهذا الهارت، لاحظوا لي احتمال الآن الاتحاد. الجواب بكل بساطة احتمال العجوز مع القلب هو احتمال العجوز زائد احتمال القلب، مطروح منه احتمال العجوز متقاطع مع القلب، وتساوي الآن احتمال العجوز 4 من 52 زائد الهارت هذولا اللي هم 13 بطاقة من 52، مطروح منه هاي فقط لا غير اللي هو أن يكون تقاطع بين العجوز كينج مع الهارت اللي هي واحد، هذه فقط لا غير، وبالتالي ناقص أو مطروح منه 1.52 ويساوي تقريبا 31%. نكمل المثال. ما هي قيمة احتمال الكوين اللي هي الأنثى متقاطعة مع القلب؟ الجواب هو ما يوضح الجدول، إذا بنلاحظ أنه هاي كل الأشكال لكن ما في عندي غير واحد فقط، هاي متقاطعة، نقول أين الآن تقاطعت الكوين مع الهارت، وبالتالي الجواب يكون 1 على 52 فقط لا غير. المقطع القادم بإذن الله. شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن مبدأ الاستقلالية في الاحتمال، طبعا concept of independence، والاحتمال المشروط conditional probability. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.